بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد السيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الحديث، هذا الحديث في باب المواقيت ذكره الشيخ رحمه الله ليبين ما هي صلاة الوسطى، بمعنى أي الصلوات هي الصلاة الوسطى. فقال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. يوم الخندق معروف، الخندق هو خندق أو نفق، حفرة عميقة حفرها النبي صلى الله عليه وسلم حماية المدينة بين الحرتين، هو طبعا شمال المدينة، بين الحرتين الشرقية والغربية، وكان هذا بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه. وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور بمعنى دنيوية وينظر فيها إلى ما تقتضيه المصلحة والسياسة وفنون الحرب والاحتياط والدفاع والأخذ بالأسباب، كل هذه من فوائد هذا العمل، بمعنى أن المسلمين لا شك أنهم يعتمدون على ربهم ومؤمنون بنصره وتأييده، ولكنهم يأخذون بالأسباب، وقد أمرهم دينهم بأن يأخذوا بالأسباب. وأيضا من المهم جدا أن عدم النصر ليس دليلا على عدم أو على عدم صحة الطريق أو صحة المنهج. فالله عز وجل يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن
ليبلو بعضكم ببعض. والمسلمون حينما حصل عليهم ما حصل يوم أحد كما هو معلوم وكسروا، بل حتى حصل الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، شج راسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ووقع في حفرة، قال الله عز وجل في أعقاب الحديث عن غزوة وفي سورة آل عمران حديث عجيب. ولهذا أنا يعني أوصي نفسي أوصيكم وعلى سيما طلبة العلم أن يقرأوا يعني هذه السورة وهذه الواقعة كيف عالجتها هذه السورة. وقلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قد فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما راكم وتحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم الآخرة إلى آخره. ومع كل هذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقضية النصر والهزيمة ليس دليل على خطأ المنهج أبدا. المؤمن مؤمن سواء كان منتصرا أو مهزوما، وسواء كان صحيحا أو مريضا، وسواء كان وحيدا أو كان جماعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا أمرا، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا، بمعنى لا 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 تتأثروا بنتائج الدنيا. لماذا؟ لأن لله الحكمة البالغة في أن ينتصر المسلمون أو لا ينتصروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وتعلموا. وقبلها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. المهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وأيضا من الأدق الآيات التي تربي المؤمنين وتبين حقيقة يعني وضعهم في الدنيا ووضع علاقاتهم مع أعدائهم، لما ذكر الله عز وجل أحكام صلاة الخوف في سورة النساء قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال كتابا موقوتا ولا تهنوا ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ماذا قال بعدها؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فمصائب الدنيا مشتركة، مصائب الدنيا مشتركة، لا تظن أنتم كما تألمون هم يألمون، سواء في الهزائم في الانتصارات في الجراحات في الخسائر المادية الخسائر المالية الخسائر الجسدية. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن ما الذي بعدها؟ وترجون من الله ما لا يرجو. هذه أخواني يعني منطلق في قوة المؤمن وكيف يعيش في هذه الدنيا وكيف يعني يكابد ابتلاءاتها ويقف من مصائبها ويقف من أقدار الله عز وجل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون. ثم قال وترجون من الله ما لا يرجو. هذه كلمة عجيبة أخواني وعقيم وعميقة، عميقة للغاية. ترجون من الله ما لا يرجو، سواء الرجاء في الدنيا وفي الآخرة. لا تظن أن الرجاء فقط في الآخرة، لكن هو الأعظم ولا شك وهو الغاية، لكن ومع هذا الدنيا. ترجون من الله الرضا، ترجون من الله التوفيق، ترجون من الله البركة، ترجون من الله كل الإيجابيات في الدنيا هي لكم وأنتم ترجون. بينما هم نظرهم دنيوي بحت، ونظرهم للأسباب البحتة ومادي بحت. ولهذا
يكون فيهم اليأس ويكون فيهم يعني ضيق النظر ويكون فيهم عدم الصبر وعدم بل ليس عندهم أمل. أهل الدنيا ولا سيما غير المؤمن الدنيا عنده ضيقة، الدنيا عنده محكومة فقط بالماديات، هلا الغيب وما وراء الغيب هذا لا 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 يرى لا يرى بينه، هو حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأن قدرات الإنسان محدودة، أقصد قدراته العقلية، لا يعني مهما كان ذكيا ومهما كان عبقريا ومهما فعل من أسباب ومهما فعل من احتياطات ومهما أيضا حصل من العلوم والمعارف والاكتشافات يبقى علمه محدودا، بمعنى لا يعني مهما حتى مهما وضع من الاحتياطات في العمل يبقى شيء وراء الأسباب، هذا لا يكون إلا لمؤمن ولا يدركه إلا المؤمن. ولماذا؟ لماذا؟ لأن الله يقول ويمكرون ويمكر الله، فهم يظنون بأموالهم بأسبابهم بمخترعاتهم بمكتشفاتهم بأدواتهم بأسلحتهم بأنواع أسلحة الفتاكة سواء المادية الإلكترونية غيرها، هذا كله داخل في ويمكرون ويمكر الله. فالمؤمن يأخذ الأسباب كما يأخذ غيره ويهتم بالمخترعات والمكتشفات والتصنيع والتجارة وغيرها، يهتم بهذا غاية الاهتمام، لكنه يعلم أن هناك شيء وراء ذلك. ولهذا إذا حصل انتكاسة لا يأس، لأنه يعلم أن لله الحكمة فيما حصل، سواء بسببه هو بسبب أعماله بسبب كذا أو بأمور الله قدرها عز وجل، لأنه لحكمة يراها ولحكمة سبحانه وتعالى قدرها، وقطعا قطعا قطعا العاقبة المتقين في كل الأحوال. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق اتخذ الأسباب، اتخذ الأسباب، بل الكلام ليس في هذا، لكنه والخندق كانت قيل سنة 4 وقيل 5 وقيل غير ذلك، لكن حينما ننظر في عبد الله بن عمر حينما عرض على النبي يوم أحد كان في 14، قال وأحد هي في السنة 3، قال فعرضت عليه في الخندق فأجازني، يعني برا 15، بما يدل أنها هي بعدها مباشرة يعني 4. والأمر وليس مهما تحديد السنوات. ويا أخواني أيضا لما نقول كلمة أخرى، لماذا يختلف المسلمون في ضبط المناسبات الإسلامية بل معارك الإسلام الفاصلة؟ يحدث أنهم يعني لا يضبطون تاريخها، حتى الإسراء والمعراج غير مضبوط تاريخه، حتى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني متفقا عليه، والخندق 4 5، فتجد كل أكثر معارك الإسلام خاصة التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي المهمة لم يكترث أو لم يهتم المسلمون كثيرا بتدوينها، وإن كانوا دونوا أحداثها، أحداثها مدونة والقرآن دون الأحداث اللي فيها، أحداث بدر في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران وأحد فيها تفاصيل في سورة آل عمران، شيء عجيب، فهي محفوظة من حيث وقائعها ومن حيث ما جرى فيها وحتى من حيث أعداد الذين حضروا المعركة والذين غابوا والذين جرحوا، محفوظة، كل هذا محفوظ، فأمور محفوظة بالدقة وأمور ما اكترثوا فيها، لو شاءوا لحفظوها لحفظوها. لماذا؟ لأنها لا يتوقف عليها دين ولا يتوقف عليها عمل إسلامي ولا يتوقف عليها حكم شرعي. إسراء المعراج قيلنا في رجب وقيل في رجب وقيل 27 وقيل 27، المعارك بل حتى
هناك أمور معروفة بالدقة ومع هذا المسلمون ما وقفوا عندها مثل وقفات بعض يعني المعاصرين أو بعض الذين يعني إن صح التعبير قد يكون يأخذ من القشور. مثلا حينما قال اليهودي لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا شك أنها آية عظيمة حين تنظر في معناها وكيف فهم هذا اليهودي، عظيمة جدا بمعنى أن الله عز وجل طمأن المؤمنين أن الإسلام قد كمل أكمله ورضيه وأتمه. وهذه يعني غاية الغايات، يعني الله عز وجل أخبرنا وخبره الصادق سبحانه وتعالى وفي كتابه أنه أكمل الدين، فديننا كامل. فهذا اليهودي فهم عميق، هذه الآية عظيمة أن يقول لكم ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين أكمله لا يمكن أن ينقص أبدا، ودين أتمه لا يمكن أن يناله خلل أبدا، ودين رضيه لا يمكن أن يسخط عليه أبدا. فعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله أني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها والسنة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ومع هذا ما اتخذ المسلمون عيدا. فالمقصود أن 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 هذه الأمور عند أهل التحقيق وعند أهل الإيمان وعند ما لا ينظر فيها إلا بما فيها من إما أحكام وإما عبر. أما الاحتفالات أو الأعياد أو هذه لم يكتث بها الصحابة ولا من بعدهم من السلف الصالح أبدا، وكما قلنا لم يحفظوا تاريخها، بمعنى لم يحرصوا على حفظ تاريخها، خاصة في الخندق وكما قلنا الإسراء واليوم المولد، مما في خلاف كبير جدا من العلماء وغيرها من وقع الإسلام. فالمقصود أن الخندق هنا اختلفوا فيها هل في الرابعة أو فيما بعدها فقال يوم الخندق ملأ الله. وقصة الخندق جميلة وفيها عبر يعني، لكن ليس هذا مقام الحديث عنها. قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا دعاء على الكفار، وهذا لا مانع منه الدعاء العام الدعاء المجمل ملأ الله، إن الكلام في الدعاء للأعيان. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الشيخ أراد بهذه الترجمة أن يقول أن الصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أمر بالمحافظة على الصلاة كلها، ثم خص الوسطى بالذكر مما يدل على مزيد العناية بها ومزيد فضلها. ولهذا الوسطى طبعا مؤنث أوسط، الوسطى مؤنث أوسط، فتقول امرأة وسطى ورجل أوسط، يعني الرجل أوسط القوم جلس الرجل أوسط القوم والمرأة جلست وسط القوم، فوسطى مؤنث مذكرها أوسط والصلاة مؤنث. والوسطى فيها معنى المقدار وفيها معنى المحل وفيها معنى الفضل، فحينما تقول الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم
أمة وسطا يعني خيارا فضل، وإلا قد لا يلزم من الوسط، لا يلزم من الوسط أن يكون في الوسط المسافة، قد يكون وقد لا يكون. فأمة محمد هي الوسطى لكنها آخر الأمم من حيث الترتيب، هي آخر الأمم لكن هي أفضلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطى، فهي الوسطى بمعنى الوسط العدل والخيار والمتميزون. وتأتي وسطى بمعنى الوسط، فهي قد تكون وسطى العصر مثلا لأنها وقعت بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فهي وسط من حيث المقدار أو من حيث المكان. فالوسطى لهذه المعاني. فالشيخ رحمه الله هنا أورد هذا الحديث يقول إن الصلاة أن إن إن الصلاة الوسطى المرادة في قول عز وجل حافظوا على الصلوات والسلام والصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. و أيضا قالت عائشة رضي الله عنها في حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة هو يكتب بدأ من الفاتحة والبقرة. فلما وصل هذه الآية في آخر الجزء الثاني من البقرة أو في أواخره قالت له إذا بلغت هذه الآية وصلت في الكتابة فآذني يعني أعلمني حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها، لما وصلت قلت أخبرتها قلت أنا وصلت هذه الآية، فقالت فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلت العصر، والصلاة الوسطى وصلت العصر وقوموا لله قانتين. طبعا هي ليست في القرآن لكنها يسميها العلماء هذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة في آيات أحيانا ما بلغت أو كلمات ما بلغت التواتر، مثل في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، في مصحف مسعود فالصيام ثلاثة أيام متتابعة، لكن هذه يقول العلماء أنها قراءة شاذة بمعنى لم تبلغ حد التواتر. لكن عاد اختلف طبعا الأصوليون في حكم وكذلك الحديث في حكم القراءة الشاذة، هل تأخذ حكم الحديث ويستنبط منها أو إلى آخره، هذا كلام له مكانه إن شاء الله إن جاءت مناسبة أو كان في وقت آخر. لكن المقصود هو شاهد على أن عائشة رضي الله عنها حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا المقصود. ومثله أيضا حتى في قالوا عن حفصة كذلك، أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو الرافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقال إذا بلغت هذا فأذني إلى آخره، فلما بلغت قال حافظ علي وصلت العصر إلى آخره. فالمقصود أن الجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو رأي أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم. والإمام الشافعي رحمه الله وقد يميل لمالك أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، صلاة الفجر. وعلى كل حال ليس هذا مقام الاحتجاج في الموضوع، لكن المقصود أنه يعني أن خلاف أهل العلم في هذا يعني واضح. مما استدلوا به على أن الفجر هي صلاة هي الوسطى أن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، والقنوت هو طول القيام، وأيضا قال القنوت والدعاء لم يرون أن فيها أنها فيها يصلى فيها قنوت يقنت في بعد الركوع. الإمام الشافعي رحمه الله الشافعي يرون القنوت بعد صلاة الفجر، القنوت بعد صلاة الفجر، لكن العلماء قالوا لأن القنوت هنا له معاني كثيرة، منها طول القيام ومنها الدعاء ومنها لا مع فليس دليلا متمحضا. لكن الحديث الذي أورده الشيخ نص في الموضوع، ما هو أن الصحيح
أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فقال في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالدفاع، الخندق اشتغلوا بالدفاع عن المدينة لما جاءت الأحزاب واجتمعوا، فانشغلوا بالدفاع. وحتى في الروايات أنهم شغلوا عن صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر هم اشتغلوا بالدفاع، فحتى أنه يعني تأخر الوقت. فقال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، هذا لفظ الصحيحين، حتى غابت الشمس ولم يصلوا. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلاها بين المغرب والعشاء. أولا هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، أما الآن فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما إذا جاء مثل الظرف فإنه يصلي صلاة الخوف كما في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة إلى آخره. ولهذا الآية اللي بعدها فإن خفتم فرجالا ركبانا، هذه التي بعدها الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم هذه جت بعدها بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في بعد المغرب، فإن خفتم فرجالا ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخره. فقولوا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هذه صلاة خوف، لكنها جاءت بعد، يعني ما نزلت متوالية، ما نزلت بعد قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إنما بعدها قد تكون بساعات أو بأيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد خروج الوقت. فقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء هنا يحتمل بين صلاة المغرب أو بين وقت المغرب ووقت العشاء، وهذا صحيح بين وقت المغرب، لكن ليس بما أنه صلىها قبل المغرب، لأنه لو قلنا أنه صلىها بعد صلاة المغرب يقول العلماء أنه يسقط الترتيب، يسقط الترتيب بين الفوائد. وإذا قلنا المغرب بمعنى وقت المغرب، المحذوف هو وقت المغرب، يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء يكون صلىها ثم صلى المغرب. وإذا قلنا ذلك دل على أن وقت المغرب متسع، دل على أن وقت المغرب واسع، وهذا هو الصحيح أنه إلى الشفق. فصلى المغرب، صلى العصر، بل حتى في بعض الروايات أنا الظهر والعصر، الظهر والعصر صلاهما ثم صلى بعدهما المغرب، بمعنى أنه حافظ على الترتيب، حافظ على الترتيب. قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وكما قلنا هذا قبل مشروعية أو قبل أن تشرع صلاة الخوف. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت. إذن الرواية الأولى قال حتى غابت الشمس، الرواية الأولى حتى غابت الشمس، وهنا قال حتى احمرت الشمس واصفرت، بمعنى دخل في وقت الضرورة. لكن بالتأكيد المؤكد أنه لم يصليها إلا بعد المغرب، فهنا قد يكون بمعنى خف ضغط المشركين في آخر العصر، بمعنى هم كان الإشغال إلى قرب وقت المغرب، بمعنى حتى احمرت الشمس واصفرت فخف مثلا ضغطهم، أو أنهم يعني هزمهم الله بالريح كما هو معلوم إلى آخره. فيكون اشتغلوا بعد ذلك، اشتغلوا بالتهيؤ للصلاة، ولكن دخل وقت المغرب قبل أن يتهيؤوا من حيث الطهارة وإلى آخره، ومعلوم أنه بعد يعني
خفة الضغط وخفة يبقى يجتمع المسلمون ويتهيئون، يأخذ وقت هذا كما معلوم. المقصود أن الصلاة بجميع الروايات لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد المغرب، وقد يكون هذا دليل على جواز التأخير حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. في الرواية الأولى ملأ الله قبورهم وبيوتهم، وهنا قال أجوافهم وقبورهم نارا، قال أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. بمعنى هذه رواية ابن مسعود أخذ العلماء من 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 يعني تفصيل ابن مسعود، وأنه يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجوافهم قورا ملأ الله أوحشا، فكان ابن مسعود يعني لم يعني يتذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم دقة، فقالوا هذا يدل على أنه الرواية بالمعنى. ومعلوم أن هناك فرقا بين ملأ الله وحشى. الحشي أبلغ، الحشي غالبا يملأ كل الأجزاء، والملأ قد يكون فيه فراغات، وإن كان المؤدى واحد لا شك أنه دعاء عليهم، وهو دعاء عظيم ودعاء لا شك أنه يدل على يعني عظم ذنبهم وعظم ما فعلوه بأنفسهم وما فعلوه بالمسلمين. وأيضا يدل على أن على عظم منزلة الصلاة، وأن الإنسان يؤدي الصلاة في وقتها ويحرص يعني أن وأن لا يتهاون أو يتساهل في هذا، وإذا جاء عذر فلا شك العذار معروفة، لكن حينما حالما يرتفع العذر عليه أن يبادر بالصلاة، حالما يرتفع العذر عليه أن يبادر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، على طول ما يؤخر. وهذا هو صحيح أن القضاء يكون على الفور، قضاء الصلوات يكون على الفور، وإن قال بعض العلماء أنه على التراخي، واستدلوا أشرنا إليها في الدرس الماضية، استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام في صلاة الفجر ولم يقيهم إلى حر الشمس أنه قال ارحلوا عن هذا المكان فإنه حضر فيه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على أنه أن القضاء ليس فوريا وإنما متراخي، لكن أجاب العلماء قالوا لا، إن هذا أمر خاص، لأنه قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان أو واد حضرنا فيه الشيطان، فانتقد لي الأمر الخاص. وطبعا قوله حضرنا فيه الشيطان هذا طبعا غيبي، هذا غيبي ولا يقاس عليه. مو أنت إذا رقدت أنت صحيت الشمس تقول لا حضر الشيطان حضر الشيطان وتمشي، لا، هذا أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه. وإنما حالما تستيقظ، لو كنت نائما في صلاة الصبح وأخذت حسابك لليقاظ ولم تستيقظ، وضعت المنبه مثلا ولم يعمل، أو أنك أحيانا بعض الناس نومه ثقيل ويضع يده ويعني يغلق المنبه لا شعوري مثلا، ولهذا بعض الحازمين يبعده جدا حتى إذا احتاج أن يسكته يقوم ويذهب بحيث يستيقظ، لا يضعه بجواره، لأن بعض النائمين نومه ثقيل يعني قده لا من غير أن يشعر يغلق المنبه ويستمر على نومه.
المقصود أنه إذا 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 استيقظ وقد خرج الوقت عليه أن يصلي فورا، ولا يقول ولا يؤخر ويقول حضرنا في الشيطان، لأن هذا أمر غيبي لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا مثله الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وقال لا تخمر رأسه ولا تمسه طيبا، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا أمر غيبي، فلا نجزم أن كل من مات وهو محرم بعمرة الحج أنه يبعث ملبيا، الله أعلم. لكن الأحكام الظاهرة نعم، لا نغطي وجهه ولا نمسه طيبا ولا إلى آخره، وإحرامه يبقى على إحرامه، هذا كله نفعله لأن هذه أمور أحكام ظاهرة. أما أن يبعث ملبيا أو لا يبعث الله أعلم، ونرجو طبعا نرجو أن يبعث ملبيا، لكن الرسول أخبر عن هذا عينا، قال فإنه يبعث ملبيا، معناه أن هذا أخبر عنه بشخصه. أما نحن فلا نقطع، ولكن نرجو له أن يبعث ملبيا سواء كان بحج أو عمرة، لكن الأحكام الظاهرة نأخذ بها، بمعنى أننا لا نغسله ولا نكفنه، إنما نبقي على إحرامه، وأيضا لا نغسله طبعا، لكن لا نغطي وجهه ولا رأسه، لا تخمر رأسه ولا وجهه ولا نمسه طيبا لأنه محرم فهو باقي على إحرامه. لكننا أن يبعث ملبيا أو لا يبعث هذا علمه عند الله، ولكن نرجو له لكن لا نجزم. لكن الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقطع أنه يبعث ملبيا، لأن أخبر أنه يبعث ملبيا. المقصود أن الأشياء الغيبية هذه لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.